يا جماعه اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده. فيديو جديد هنتكلم فيه عن الابراج وهنتكلم عن اهم نصائح وتحذيرات الابراج الاسبوع الثالث من اول النهارده لحد اسبوع لكل الابراج كالعاده. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا على انستغرام وعلى الفيسبوك. تقولوا لي اتفرجوا على فين انتوا برج ايه. طيب انا مش هقول بالترتيب النهارده، قررت ان انا مش هتكلم بالترتيب، هاخد الابراج كده ايه برج برج كده. فاكتر برج هيكتب لي تحت هو البرج اللي هبتدي بيه، قولوا لي تحبوا نبتدي ببرج ايه. طبعا انا مختفيه بقالي 3 ايام كده، عندي مشاكل كتير قوي في الشغل بصراحه بتاعي، فعايزاكم تدعوا لي عشان الدنيا ملخبطه معايا قوي في الشغل. طيب خلونا نبتدي ببرج الحوت. برج الحوت الفتره دي انت محتاج تركز كويس قوي، شايفاكم شويه ملخبطين او عندكم لخبطه شويه، فمحتاجين تركزوا، محتاجين يعني ايه تبقى عارف انت عايز تروح فين وتركز وتبطل تفكر في كذا حاجه، تبطل تلخبط نفسك. فحوت مطلوب منك ان انت تركز الفتره الجايه، انت بتعمل حاجات بتحبها مبسوط، يعني برج الحوت من الابراج اللي طاقتها كويسه، بس محتاج ان انت تدور على الحاجات اللي انت بتحبها وتعملها، ما تلخبطش نفسك، ركز شويه يا برج الحوت. كمان شايفه ان انت يعني بيزي جدا الفتره الجايه، فحاولوا ان انتوا تنظموا وقتكم، حاولوا ان انتوا تنظموا نفسكم، يعني محتاج تنظم افكارك، تبريورتيرايز او تعمل اولويات عندك يا برج الحوت، الحاجات اللي انت عايز تعملها، الحاجات اللي لازم تركز فيها، نظم وقتك. في الحب شايفه ان انت بتضيع فرص كتير جدا جدا الفتره دي بسبب حاجه ليها علاقه بالماضي، يعني انت في حاجه ليها علاقه بالماضي انت متمسك بيها او بتفكر فيها، فبتضيع فرص ارتباط او فرس حب جديده بتدخل حياتك. قولوا لي يا برج الحوت الطاقه دي متفقه معاكم ولا لا؟ قولوا لي اتفرجوا علينا فين وانتوا برج ايه؟ في حد بيقول لك الدنيا بردت في مصر؟ يا جماعه احنا رجعنا تاني لبسنا الجاكيتس على فكره. طيب ندخل بعد كده على برج القوس. برج القوس انت الفتره دي عندك لخبطه في الحب، دماغك متلخبطه، بالرغم ان انت عندك نجاحات، عندك تفوق، عندك شغلك ماشي كويس جدا، عندك اسمك بيلمع، الناس بتتكلم عنك كويس، الناس بتتكلم عنك عندك طاقه حلوه في شغلك، طاقه حلوه في حياتك، الا ان انت يا برج الحوت يا برج القوس متلخبط، يعني محتار ما بين قرارين او محتار ما بين شخصين او محتار ما بين ان انت ترجع لشخص او تفضل بعيد عنه، فعندك حيره قويه جدا جدا يا برج القوس، الا ان انت عندك قصه حب جديده او حد جديد بيدخل حياتك بس انت شايفها مستحيله، يعني شخص انت بتهتم بيه او شخص انت معجب بيه بس الشخص ده يعني انت شايف ان الارتباط فيه صعب او ان هو بعيد عنك او ان هو مثلا في مشكله في الارتباط بهذا الشخص، بس قلبك متعلق بشخص هناك صعوبه بالارتباط بيه وعنده طرف ثالث، يعني انت في علاقه فيها طرف ثالث يا برج القوس للاسف. قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا يا برج القوس. ندخل بعد كده على برج العذراء. برج العذراء انت الفتره دي زعلان من نفسك قوي، عندك ندم، انت ندمان على حاجات حصلت او ندمان على تصرفات عملتها، فعندك طاقه ندم وعندك بعد عن الشخص اللي انت بتحبه، يعني انت في طاقه يعني انت بعيد عن شخص بتحبه او في بعد عن شخص انت بتحبه او مرتبط بيه او قررت تبعد، يعني في بعد انت هتقرر تبعد عن هذا الشخص يا برج العقرب، لان انت يا برج قصدي العذراء، لان انت مش مستريح او حاسس ان العلاقه دي يعني انت مش مبسوط، مش مستريح، مش لاقي نفسك فيها، وانت ندمان على حاجات حصلت بينك وبين الشخص ده، مثلا انت قلت له كلام يضايقه، عملت حاجات تزعله، ف العلاقة توترت بينك وبينه. طيب بعد كده خلونا برج العذراء كمان عندك طرف ثالث، يعني كده برج القوس عنده طرف ثالث، عذراء عنده طرف ثالث، انت محتار يا برج العذراء ما بين شخصين، ما بين شخص ان انت تكمل معاه او تسيبه، بس عندك حيرة قوية جدا جدا في الحب. برج الاسد، برج الاسد كمان من الابراج اللي الفترة دي عندك ستريس في الشغل، عندك شغل كتير جدا، عندك تحديات في شغلك كمان، وكمان انت يا برج الاسد من الابراج اللي عندك طرف ثالث او عندك حيره ما بين شخصين، حيره ما بين يعني في شخص جديد داخل حياتك يا برج الاسد، بس الشخص ده في تشالنجز ما بينك وما بينه، يعني العلاقه مش مستقره قوي، العلاقه مش سهله، لا في تشالنجز، في تحديات بينك وبينه، غير ان في طرف ثالث، يعني شخص ده اما عنده شخص اخر موجود في حياته او انت عندك طرف ثالث، يعني انت محتار ما بين شخصين، بس انت الفتره دي برج الاسد مهتم بنفسك،
يعني ممكن تكون داون شويه، مقرر تبقى وحيد شويه، بس انت مهتم بنفسك ومهتم بشكلك. برج الدلو، برج الدلو الفتره دي تعتبر فتره صعبه عليكم ماديا شويه، ممكن ماديا مش احسن حاجه في الدنيا، كمان عندك مشاكل في شغلك ومشاكل عاطفيه، انت في علاقه اون اوف يا برج الدلو، يعني شويه تقرب من الشخص ده وتحس ان انت مقرب منه جدا وعايز تفضل معاه وعايز تفضل جنبه، وشويه تبعد عنه وتحس ان انت مش قادر تكمل معاه. فهناك علاقه بالنسبه لك هي علاقه مش مستقره، علاقه مش ثابته، علاقه اون اوف، هي العلاقه دي تعباك شويه، مخلياك مش فاهم انت عايز ايه، مخلياك مش عارف انت عايز ايه، وهي علاقه مش سهله يعني. طيب فانت يا برج الدلو محتاج ان انت تركز شويه في شغلك، ومحتاج ان انت تخرج بره جو الوحده والاكتئاب وتقابل صحابك وتشوف ناس، ما تحبسش على نفسك. بعد كده خلونا نتكلم عن برج العقرب. برج العقرب الفترة دي انا شايفة ان تركيزك الاكبر على شغلك، تركيزك الاكبر على نجاحاتك، انت مركز على نفسك اكتر ومخلي نفسك بريوريتي رقم واحد. الشهر ده افضل بكثير جدا من الشهر اللي فات، عندك نجاحات، عندك تقدم، بتحل مشاكل كتير في حياتك، الا ان علاقتك العاطفية فيها اون اوف، يعني شوية انت كويس جدا مع البارتنر بتاعك وشوية الدنيا صعبة، فعلاقتك العاطفية شوية فيها لخبطة، شوية فيها عدم استقرار، فحاول ان انت تظبط هذه العلاقة يا برج العقرب، او حاول ان انت تتكلم مع البارتنر بتاعك وتشوف ايه المشاكل وتحلها معاه، وما تهربش من المشكلة، يعني واجه الفترة دي. بس في العمل انت عندك فيه تقدم، فيه نجاحات، فيه جو كويس جدا جدا. طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج، يبقى احنا قلنا دلوقتي برج العقرب، برج العذراء، برج الحوت، برج الاسد، خلونا نتكلم عن قلنا قوس، خلونا اسد كمان، خلونا نتكلم عن برج الثور. برج الثور الفتره دي انت مش في احسن احوالك، واضح ان انت عندك مرحله تفكير عميق، عندك حيره في حاجه، عندك عدم استقرار عاطفي، عندك محتار ما بين شيئين، محتار ما بين حاجتين انت كمان، وشايفاك مغلق على نفسك، قافل على نفسك، متجاهل الحبيب بتاعك، او زعلان واخد موقف ما بتتكلمش معاه، فشايف ان الشخص ده بيحبك يا برج الثور وبيحاول يقرب منك، بس انت اللي واخد موقف، انت اللي بعيد، يعني انت اللي بتبعد يا برج القوس. اما الشخص اللي بيحبك ده هو قاعد منتظرك، قاعد وفي طاقه حب قويه جدا جدا، يعني فهو يعني انت اللي غايب يا برج الثور، اما الشخص الاخر ده منتظرك بشغف، لانه حاسس بعلاقه قويه ناحيتك. فحاول يا برج الثور ان انت تتواصل مع الشخص اللي بتحبه وتهتم بيه، لان العلاقه دي علاقه مستقره، بس انت اللي بتبعد وانت اللي خايف وانت اللي مش مستقر مع هذا الشخص. بعد كده خلونا نتكلم عن احنا قلنا الجدي. الجدي الفتره دي انت عندك شويه مشاكل في شغلك، عندك تحديات في شغلك، خلي بالكوا يا برج الجدي، شايفاك في ناس يعني مستقصدك في شغلك، فركز في شغلك، شايفاك محتار مشغول عاطفيا، عندك شخص بيحاول يقرب منك بس انت مش مديله فرصه، شخص بيراقبك في صمت وعايز يقرب منك، الشخص ده برجه ترابي او برجه مائي. في واحده اسمها ساميه بتقولي ايه ده، الثانويه عامه، ربنا يوفقك يا رب يعني وتبقى احسن حاله. برج الجدي هناك شخص يراقبك في الماضي او بيراقبك، عايز فرصه معاك بس انت مش مديله فرصه، هذا الشخص عايز يقرب منك، عايز يكون جنبك يا برج الجدي، بس انت مش مستقر معاه. قولوا لي يا جماعه بتتفرجوا عليا من فين، من مدينه ايه، قولوا لي انتوا ايه اخبار الطاقه بتاعتكم الفتره دي. يعني انا الفتره دي عندي لخبطه في الشغل، عندي حيره فعلا ما بين حاجات كتيره، عندي عايزه انظم مصاريفي، عندي مصاريف كتيره جدا. بس يعني thank you I love you، بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، باي، مع السلامة. استنوا بقية الابراج في فيديو كمان شوية، قولوا لي تحبوا نتكلم عن ايه الفترة